السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب، إن شاء الله اليوم رجعنا معكم بمحاضرة السكيستوسومياسيس. طبعا محاضرة السكيستوسومياسيس تعتبر يعني من المحاضرات نوعا ما يعني سهلة إن شاء الله. المحاضرة طبعا تتحدث عنها بداية المحاضرة أنه سكيستوسومياسيس is the human disease syndrome due to infestations by the schistosoma، يعني عن طريق دخول السكيستوستوما. تمام، هي انه انفكشن يصيب الانسان. تمام، ديزيز يصيب الانسان عن طريق السكيستوستوما. طبعا عندي ثلاث انواع، احنا حتى دائما نركز على الاشياء المهمه. تمام، عندي ثلاث انواع من السكيستوستوما وهذه مهمه جدا انه لازم تحفظها، انه عندي سكيستوستوما هيماتوبيا وسكيستوستوما مانسوني وسكيستوستوما جابونيكم. تمام، طبعا مجموعه بهاي الكلمه يعني كلمه همجيه، لان هي تصيب الانسان بهمجيه. تمام، تسبب عنده دم ونزف والى اخره، هسه راح ناخذ الاعراض. تمام، فهي تدخل الانسان بهمجيه. فاذا انا جمعت لك اياها بكلمه همج، اللي هي اتش اللي هي الهمج، والام ام، والجي الجابوني كم. اوكي ابطال، زين. دائما نستخدم هاي اللعبات والشغلات وحتى سهل الحفظ والفهم والترتيبات. زين، بالنسبه للابيديميولوجي اللي هي انتشارها، تنتشر بال طبعا هي الميجر سورس اوف ذا موربيديتي والمورتاليتي، يعني الامراض هي مصدر اساسي الامراض والوفيات. طبعا شلون تنتشر، شلون تنتشر يعني بالعالم؟ ممكن يقول لك هاو تو سبريد او هاو تو كونتينيو سبريد، مثلا بالكيس يذكر لك اياها باحد الكيسات، او مثلا سؤال مباشر هاو تو سبريد كونتينيوس او تو سبريد كونتينيوس اوف ذا سكيستوسومياسيس. انت اولا ووتر كونتامينيشن والماء الملوث، والثاني اللي هو شنو الميجريشنز اوف ذا انفكتد بوبولايشنز، ميجريشنز يعني هجره الناس المصابين. زين، طبعا هذا تقرون يعني قراءة فقط، يعني ما مطلوب من عنده فتشي يعني. هو المهم قراءة، انا عبر على اللايف سايكل. اللايف سايكل جدا مهمة طلاب، اللايف سايكل جدا مهمة. اللايف سايكل طبعا عندي انه الاكس ار باسيت ان ذا يورين اور ذا فيسز، يعني الاكس راح تمر باليورين اور فيسز من شخص مصاب. تمام، بعدها راح يصير بها فقس هاتش وفي الماء، ثم تطلق الميراسيدا. الميراسيدا تمام، الميراسيدا تدخل الانترميديت هوست اللي هو سنيل الحلزون. زين، الحلزون راح يطلق لي شنو؟ السركاريا. هذا السركاريا هو الانفكتيف ستيج. تمام، السركاريا راح تثقب لي جلد الهوست اللي هو الانسان. تمام، بعدها راح تنتقل السركاريا الى جسم الانسان وتصل الى الفينيولز، ومن ثم الى الدوره الدمويه، ثم الى الفينيولز. طبعا عند الفاينل بليس يعني المكان النهائي، استقرار المانسوني والجابونيكام وين؟ بالميزنتريك فينز، مهم جدا. اما بالنسبه للهيماتوبيوم تستقر بالفيزيكولار بلكسس، بالفيزيكولار الجدائل او يسمونها جدائل بلكسس، جدائل الفيزيكولار. تمام، ابحث عليها بسيد جوجل راح تشوفها الفيزيكولار بلكسس. زين، بالنسبه للباثو اصلا، بس هذه جدا مهمه. اذا هي نعيدها اعاده سريعه، الاكس راح تفقس تنطيني الميراسيدا، الميراسيدا تحول الى انترميديت هوست اللي هي سنيل، السنيل بعد فتره السنيل راح تطلق لي السركاريا. السركاريا هو الانفكتيف ستيج، راح تجي تثقب لي تثقب الجلد مع الانسان، تدخل للدوره الدمويه، وعندي قلت لك منها اثنين مانسوني وجابونيكم. المانسوني تنصلي بالميزنتريك فينز، بينما الهيماتوبيوم تصلي بالفيزيكولار بلكسز. اوكي، الهيماتوبيوم بالفيزيكولار بلكسز والمانسوني وجابونيكم بالميزنتريك فينز. زين، بالنسبه للباثولوجي طلاب، بالنسبه للباثولوجي طبعا اهم فقره هاي، اهم شيء بهذا، زين، انه اريدك تفهم لي. وهسه نتفق اتفاق مطلق يعني، خلاص انه من اتفقنا هذا الاتفاق بعد كل شيء بعد اتفاق حرام. زين، راح نتفق على انه الهيماتوبيوم تستقر لي وين؟ باليوراينري سيستم. احفظ ليها واكتب لي هاي الملاحظه، الهيماتوبيوم تستقر لي باليوراينري سيستم تحديدا، هي يعني راح تسبب لي انفكشنز بهذا الجهاز، بينما المانسوني والجابوني كم تستقر لي بالجي اي تي وبالليفر. اوكي، زين، نجي للباثولوجي. تشينز ار ان سيمبتومز ديبيند اون ذا سبيشيز، يعني نوع ومرحله الانفكشنز. يعني طلاب طبعا هذا كله يعني قراءه عامه هيك، يعني ما بي فد شيء مهم. المهم خلينا نقرا. موست اوف ديزيز ديو تو باسج اوف ذا اكس ثرو ذا ميوكوزا اند ذا جرانيوس انفكشن تو اكس ديبوزيت ان ذا، يعني البيوض تستقر بها التشوز. زين، الاكس اوف ذا هيماتوبيوم راح تجي اللي قلت لك للبلاد لليوراني سيستم تحديدا للبلادر، بت لكنها قد تصل ايضا الى الجهاز، لا قد تصل ايضا الى الجهاز التكاثري الذكري والانثوي ممكن. تمام، مثلا سيمينيال فاجينا سيرفايكس يوترين. زين،
اما بالنسبه للمنسونه جابوا لكم الجي اي تي تمام، وكذلك ايضا الى الليفر. احنا اتفقنا اتفاق مطلق حتى لما نجي هسه بعد ما نمشي بالمحاضره نرجع لهذا الاتفاق. زين زين. The most serious orthopneumatic consequences of the ectopic deposition of the eggs are transvesicitis paraplegia. يعني طلاب الاكتوبيك معناها انه تهاجر عن هاي المناطق البيضاء، البيضة تخرج عن هاي المناطق اللي اتفقنا عليها، فلما تروح تسوي لي مايلايتس تمام، وتسبب بارا ابليجيا تمام، وايضا ممكن تسبب جرانيوميتس ار كومبوز اوف، يعني قد تسبب هذه البيضة تجي حواليها هذه الخلايا اللي هي الماكروفاج ايزينوفيليا ابيثيليويد جاينت سيلز اراوند ذا اوفم، يعني اكيد هذه خلايا مناعية اللي هي الماكروفاج والايزينوفيلز، فتجي تتجمع حول هذا الكائن الغريب اللي هو غريب بالنسبه للجسم اللي هو الاوفم تمام. بعدها الفايبرس كالسيفاي و اوفن سفيشنت نمبرز تو بيكوم راديكال فيزيبل. المهم ايز ذا هيماتوبيوم اند ذا اذر سبيشيز ديفلوبمنت. زين خلينا ندخل لهذا الشيء المهم طلاب، طبعا عندي هذا جدا مهم اللي هو الاكيوت اسكيستوسومياسيس او يسمونها كاتاياما فيفر. جدا جدا مهم، لازم تركز لي على الكاتاياما فيفر طلاب، لان هي نفسها الاكيوت اسكيستوسومياسيس. انت ممكن يجيك سؤال يقول لك remember for me the symptoms of the كاتاياما فيفر. زين فانت هنا راح تبدي تفر بذانك شنو كاتاياما فيفر، انا سمعان بيها بس ما اعرف وين. انت راح يجي تسال ليش، لان انت ما مركز انه هي الكاتاياما فيفر هي نفسها الاكيوت اسكيستوسومياسيس. اوكي زين، شنو الاعراض اللي ممكن تشوفها؟ الاعراض اللي ممكن تشوفها انه تذكر له انت هيك، تذكر له انه عندك during the early stages او مباشره تذكر له انه itching lasting 1 to 2 days at the site of the circalia penetrations، يعني عند موقع السركاليه راح يكون عندك موجود حكه تمام. after symptoms او ممكن تذكر له on examinations يعني مباشره تمام، on examinations يعني اثناء الفحص، انت كطبيب لما تفحص هذا المريض راح تشوف عنده هيباتوميجالي سبلينوميجالي فادينوباثي نيمونيا، وراح نشوف عنده ايضا ايزينوفيليا اللي هي خلايا مناعيه صح، وسير لما نقول له روح سوي سيرولوجي راح يطلع عنده بوزيتيف، وايضا راح يكون عنده اليرجيك بل تكون سيفير بالمانسوني جابونيكم واللي هي سكستوسوم مانسوني جابونيكم، وتكون ليس كومون او تكون رير نادره يعني او قليله بالسكستوسوم هيماتوبيوم تمام. وطبعا يقول لك الفيجرز هي سبسايد يعني تختفي بعد اسبوع الى اسبوعين، هذا اهم شيء ماشي يا ابطال. زين بالنسبه للكرونيك سكيستوسومياسيس اللي هي ديو تو ايج ديبوزيشنز، النتيجه لانه هذه البيوض يعني ديبوزيشن تستقر بالانسجه تمام، فتعتمد يعني على الانفكشنز، تعتمد على الجهاز المناعي للشخص، تعتمد على الستيجز والى اخرها تمام. فانت انه ديو تو ايج ديبوزيشنز يعني هذا يعني مهم ومو مهم، المهم لكن عندنا اهم شيء اللي هو الاكيوت. زين نجي للهيماتوبيوم سكيستوسوم هيماتوبيوم اللي هو هيومنز ار ذا اونلي ناتشرال هوست فور ذس اورجانيزم تمام. الانفكشن يمكن ان تحصل عن طريق التعرض سويمينجز ان ذا فريش اور فريش ووتر لايكس ان ذا افريقيا. زين انه هذا نتيجة لتعرض يعني للمسابح تحتوي على الإكس أو السركاريا فتصاب بها. زين زين هنا نرجع لاتفاقنا اللي اتفقنا عليه واللي هو مهم جدا، أنه لما يذكر لك remember for me clinical features أو يجيب لك إياهن بكيس تمام clinical features of the schistosomia hematobium، وأنا قلت لك أنه schistosomia hematobium تصيب الرينال صح لما صح، تصيب الجهاز البولي، فالاعراض اللي انت اخذتهن تمام اكيد مر عليكم بال كلينيكال ديزيز او سيبتومز اوف ذا يوراينري تراكت اوف ذا او اوف ذا يوراينري سيستم، سيبتومز اوف ذا يوراينري سيبتومز بال بال بالهيستوري بالباطنيه تمام. فهاي الاعراض اللي انت اخذتها نفسها نص تذكرها بس هنا ترتبها، يعني هنا شوف الاعراض اهم شيء، يعني انت لما يقول لك كلينيكال فيتشرز وهذه اعراض مهمه هسه عايز اشوف اول شغله راح تشوف بهذا الشخص انه عنده هيماتوريوريا، يعني لما تكرمون يتبول راح يطلع دم بالبول فيسمونه هيماتوريا، فريكونسي اوف فيكتشرز كثره التبول تمام. يوراين تراكت انفكشنز راح نشوف ايضا ممكن رينال فيلر تمام، ممكن راح نشوف ايضا بين ذا يلوك فوسا، واكيد تندلون منطقه الايلوك فوسا
pain in the iliac fossa ممكن اليمين او اليسار اللي هي فوق هذا الكريست، هاي يسمونه superior superior anterior iliac crest. هذا بكل شخص هسه تقدر تمسك عليه صايره بالاسفل البطن، هذه هي الايليك فوسا. تمام، يكون عندك الم يعني بالصفحه بين قوسين، اوكي، بس بالصفحه الاماميه. يكون عندك ايضا شنو سيكونس الكارسينوما اوف ذا بلادر، ممكن يعني تصيب البلادر ايضا، وممكن يصيب الجهاز التكاثري الذكري فيصير عنده هيموسبيرميا. اكيد تعرفون شنو هيموسبيرميا، يعني لما يطلق السبيرمات ينطلق معها دم، اوكي، بالنسبه للميال. اما بالنسبه للفيميال ايضا ممكن يصاب عندها الجهاز التكاثري الانثوي فتسمى هذه الحاله يسمونها سكيستوستوميال بابيلوماس اوف ذا فولفا، سكيستوستوميال بابيلوماس اوف ذا فولفا. تمام، هذه اهم الاعراض اللي ممكن يشوفها باصابه السكيستوستوما هيماتوبيا، مو قلت لك تصيب الجهاز التكاثري تصيب الجهاز البولي. تمام، فاذا خلينا نذكرها ونعيدها بسرعه. اولا هيماتوريوريا، ثانيا فريكوينسي اوف ميكتشوريشنز، ثالثا يورينري تراكت انفكشنز، رابعا رينال فيلر، خامسا بين ان ذا ايليك فوسا، سادسا خامسا بين ان ذا ايليك فوسا. النقطه السادسه ايضا اللي هي النقطه السادسه اللي هي سكوينسر كارسينوما بلادر. النقطه السابعه ايضا تذكر له انه ممكن يكون هيموسبيرميا، وممكن ايضا يصاب الجهاز التكاثري الانثوي فيصير عندها اللي هي سكيستوستوميال بابيلوماس اوف ذا فولفا، سكيستوستوميال بابيلوماس اوف ذا فولفا. طبعا الدوده ايش قد هذه الدوده السكيستوستوميا هيماتوبيوم قد تعيش لمده 20 سنه او اكثر. تمام، بالنسبه يعني بجسم الانسان. زين نجي للمانسوني والجابوني كما الاتفاق ايضا اتفقنا، انا قلت لك تصيب لي الليفر والجي اي تي. شنو اعراض الليفر والجي اي تي؟ طبعا قلت لك انه هذه السكيستوستوميا هي دمويه، يعني هي لما تصيب رينال جي اي تي ليفر تسبب دم دمويه، ممكن تصيب ايضا اجهزه اخرى لكن هي دمويه. شوف يا بطل، عندي قلت لك انه اولا بلادي دياريا، ويكون ايضا عنده بلادي دياريا هيماتيميزيس يعني يستكرمون يزوع دم، اوكي، ابدومينال بين الم بالبطن، راح يكون عنده ايضا اسايتس. زين، وملاحظه مهمه جدا انه طلاب الهيباتيك فيلر والجوندس ار نوت فيتشرز اول ذا هيباتيك سيستوميازيس. مهم جدا انه يقول لك فشل الكبد هيباتيك فيلر والجوندس ار نوت فيتشرز اول ذا سيستوميازيس، يعني ليست ار نوت فيتشرز اول ذا هيباتيك سيستوميازيس. فاذا عندنا الهيباتيك فيلر اند ذا جوندس ار نوت فيتشرز اول ذا هيباتيك سيستوميازيس. باحد المصادر انه باحد المراجع انه ذكر انه هذا الشيء يعني انه هذا القاعده يعني مو كلش قويه. تمام، يعني مو كلش قويه انه تتطبق، وصلت يعني 35 30% يعني نقدر نمشي هاي القاعده، لكن هنا مذكوره القاعده ف انتبهوا بالنسبه لها بالنسبه للام سي كيوات. المهم انت مطلوب من عندك ايضا امتحان فركز هنا. زين، بالنسبه للاوذر سايتس اوف ذا سكيستوسوميازيس ممكن تصيب ايضا الجهاز التنفسي والجهاز القلبي. تمام، الكارديو. فشنو ممكن اعراض ممكن تشوفها في بولمونري هايبرتنشن؟ تمام، ممكن نشوف كاف ديزنيا وبالبيتيشنز خفقان. زين، بالنسبه للنيرفس سيستم سيزرز ممكن نشوف، وممكن نشوف ايضا بارالايسز. زين، بالنسبه عندنا للدايجنوزس، لما نقول لك شخص لي هذا المريض، انت هنا مهم جدا طلاب، طبعا هذا مهم جدا بالنسبه للدايجنوزس. اولا كلينيكال، طبيا شلون كلينيكال؟ يعني السيمتومز اللي انت حافظها، الاعراض حافظها عن هذا الشيء، فانت كطبيب انه الطبيب يعني يذكر انه ما اعرف اي عالم ذكر، المهم انه الطبيب الناجح هو اللي يعرف يشخص مو اللي يعرف يصرف علاج. زين، لان اللي يصرف علاج شوف العلاج برازي كوانتل فقط، اما بالنسبه للتشخيص هو الاهم. زين، بالنسبه للتشخيص اولا كلينيكال، ثانيا هيماتولوجيكال بايوكيميكال، ثالثا راديولوجيكال، ورابعا ديتكشنز اوف ذا اوفا، ديتكشنز اوف ذا اوفا اند ذا يورين اور ذا ستولز، وخامسا او تقدر تذكرها من ضمن النقطه الرابعه اللي هي سيرولوجيكال تيستس. فاذا عندنا طلاب اولا كلينيكال قلت لك عن طريق الاعراض، ثانيا هيماتولوجيكال بايوكيميكال، وثالثا راديولوجيكال شعاعيا عن طريق الشعاع وعن طريق فحص الشعاع يعني طبعا، والرابعه اللي ديتكشنز اوف ذا اوفا اند ذا يورين اور ذا ستولز، وايضا اللي هي سيرولوجيكال تيستس، اوكي، من ضمن النقطة الرابعة. زين، التريتمنت ماله هذا شلون نعطيه علاج؟
العلاج طبعا برازي كوانتل 20 ملغ لكل كيلوغرام، 20 ملغ لكل كيلوغرام تويز ديلي مرتين باليوم. زين هذا بس العلاج ماله. زين بالنسبه للسورجري، انه في حاله الكومبليكيشنز نقدر نستخدم السورجري. شنو هي الكومبليكيشنز؟ راح ناخذها هنا، هسه راح ناخذها هنا عند الكومبليكيشنز. بس خلينا نقرا نشوف الاريتك ستراكشرز اند سمول فايبروتيك يورينر بلادر، ايضا الدياثيرمي فور ريكتال بابيلوما ريموفال ونيورولوجيكال بروسيجر. طبعا طلع يعني مو كلش مهمه. المهم بالكومبليكيشنز انت مذكر لك امتى نقدر نسوي العمليه الجراحيه، او هل انه نقدر نسوي العمليه الجراحيه للشخص المصاب انه في حاله الكومبليكيشنز فقط. اما عندنا علاج فقط انه نقدر نستخدم العلاج واموره طيبه. برازي كوانتل 20 ملغ لكل كيلوغرام اورالي تويز ديلي. زين نجي للكومبليكيشنز. طبعا طلاب الكومبليكيشنز جدا جدا مهمه. كومبليكيشنز اوف ذيس كيس سيستم يسمونها بالهارزيازس ان ذا جنرال. زين شنو هي؟ اولا قلت لك اولا كوربولمنل، طبعا هذه اهم 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 اشياء. اولا كوربولمنل، ثانيا بولمني هايبرتنشن، بورتال هايبرتنشن، سكيمسال كارسينوما اوف ذا بلادر، جاسترو انتستينال بليدنج، ونيورولوجيكال كومبليكيشنز. هذا الاهم شيء. زين وايضا عنده ممكن اوبستراكتيف يوروباثي، وممكن كارل فورت سالمونيلا. زين يعني هذه مو كلش مهمه صراحه، هذه وهاي. بس عندك اهم شيء هذه وهاي، ما مو كلش مهمه بس عندك اهم شيء. شوف انا جمعت لك اياها بهذه الكلمه. طبعا طلاب انتم ممكن تشوف انه دائما انطيك فتح حلول انه تفهم وتحفظ وياه. يعني الطب اوكي فهم هو، بس بنفس الوقت لازم تحفظ يعني. اما بس تفهم، بس تفهم فغسل ايدك من الدرجه ومن الطوارئ اصلا. يعني شلون طلاب؟ انه انت ما مستحيل انه انت فقط تفهم وتصير طبيب. اوكي يعني فهم وحفظ، اوكي فهم وحفظ تكمل المهمه. اما بس فهم ف يعني هذا القاعده شيلها من بالك. ماكو هيك روايه، يعني مو كل روايه تسمعها هي صحيحه. يعني فهم وحفظ امورك طيبه. فهم يعني ما اضمن لك، بس فهم، بس حفظ هم ما اضمن لك. زين فهم وحفظ امورك طيبه. زين كومبليكيشنز اوف ذا سكي سيستمياسيس والبيلي هارد، يعني انت دائما تجمع بيناتهم، بين الاثنين دائما انه تسوي توازن اوكي حتى تصير امورك طيبه. زين قلت لك انه شلون تحفظهن عن طريق هاي ذكرت لك اياها عن طريق هاي الجمله، انه الكاف كوربولمونال الباء اللي هي بولمونري هايبرتنشن. طبعا حاط لك شده عليها يعني مركز. زين بولمونري هايبرتنشن، وايضا عندي البورتال هايبرتنشن، سكيمسال كارسينوما اوف ذا بلادر، والجاسترونتستاين بليدنج، والنيورولوجيكال كومبليكيشنز. فاذا عدنا نعيدها، اولا كوربولمونال، ثانيا بولمونري هايبرتنشن، بورتال هايبرتنشن، سكيمسال كارسينوما اوف ذا بلادر، جاسترونتستاين بليدنج، والنيورولوجيكال كومبليكيشنز. هذا اهم شيء. البروجنوزيس طلاب طبعا انت يعني تفهمه. شوف البروجنوزيس طلاب طبعا هو الموست اول بيشنتس امبروف وذ تريتمنت، يعني نعطي يعني نحسنه عن طريق التريتمنت. يعني طبعا طلاب انت تقراها هذه يعني ما كلش يعني ركز عليها، يعني اشياء. شوف خلينا نقراها زين. الموست اول بيشنتس امبروف وذ تريتمنت، ذا موست بيشنتس وذ ايرلي ديزيز واوت فير اورجانيك كومبليكيشنز. يعني طلاب انت تقراها resolution of the pulmonary disease least well documented. زين نجي للبريفنشن. البريفنشن انه ايضا فهميه، يعني طبعا طلاب انت ما معقول تقعد تدرخها. البريفنشن هو ممنوع انه انت لا تسافر الى المناطق الموبوءه، نو فاكسينز ار افيلبل، يعني لحد الان لقاح ما متوفر عليه، نو اكسيتي بروفلايتيك ريجيمنز، وايرلي تريتمنت يعني افتر هاي ريسك اكسبوجر، يعني مباشره نعالجه بعد التعرض العالي، مثلا التعرض العالي لمنطقه يعني مثلا سبحت ببحيره هي مصابه، او هل هذا المنطقه مثلا مصابه وانت رحت سبحت بهاي البحيره فممكن تصاب يعني، فتعالج بسرعه ايرلي ما انتظر عليك بدايه الاعراض اوكي. وايضا امبروفد سانيتيشن، تحسين الصرف الصحي لتقليل الفريش ووتر كونتامينيشنز. وكملنا هاي المحاضره ان شاء الله، وان شاء الله اتمنى استفاديتوا طلاب، وان شاء الله نلتقيكم بالمحاضره اخرى ان شاء الله. تحياتي.